اليوم غادي نتكلموا على واحد الاقتراح داروا نادي المسيرين بالمغرب كلوب دي ديريجون في اطار التعليم الخاص. قلنا بان خاص يكون استرجاع ضريبي على رسوم التمدرس اللي كيخلصوها اباء واولياء التلاميذ من الضريبه على الدخل لتشجيع الاباء والاولياء باش يكونوا مرتاحين ويكون عندهم واحد النقص في الضريبه، ومن جهه اخرى كنشجعوا حتى التعليم الخاص. في اطار واحد الرساله ارسلناها للرئيس الحكومه ووزير الماليه، هذه الرساله كتشمل مجموعه من الاقتراحات في مشروع قانون الماليه 2021، ومن بينها هذا الاقتراح.